مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم حلو كتير سهلة وبسيطة وكتير كتير طيبة. من هيدا الكيك وعلبة الجلي، ظرف الجلي واحد، وفينا نستبدل هيدا الكيك ببسكوت. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا حليب فاتر، أصابع الكيك، ممكن تستبدلوا هيدول الأصابع بكيك أو بسكوت. حط الأصابع بالحليب، كمان بالوعاء بالصينية. استعملت 6 أصابع من أصابع الكيك، حطهم على جنب. بستعمل نفس الحليب اللي استعملته. كمان بضيف فوق الحليب. حطينا كوبين حليب بالطنجرة. بضيف نشا، ملعقة، 2 ملعقتين طعام نشا، ملعقة ونص طعام سكر، ظرف كريمة. كريمة على طول مثل ما بقلكن بتعطي نكهة كتير طيبة، بس نحطها بالحلويات. هلا بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط هلا بحطه بالصينية. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. بس حطيت صينية الحلو بالبراد ساعة. هلا بدنا نعمل الجلي أنا وياكم. موجود عنا ظرف الجلي، بضيفي عليهم 240 ملي من المي الساخن. خلطهم منيح ليدوب الجلي. كمان تضيف فوقهم مي بارد 200 ملي. تمشوا الجلي، بتعملوا الطريقة الموجودة عندكم على الظرف. خلطهم منيح. هلا بحطهم فوق صينية الحلو. بسم الله. نوزع الجلي بهيدي الطريقة نحن وعم نحطه، عشان إذا حطيناه بمطرح وحدة بينزل بخليط المهلبية. هلا بحط الصينية بالبراد أقل شي ساعة كمان ليجمد عنا الجلي منيح. هيدي الحلو اللي عملناها مع بعض بعد ما جمدت بالبراد ساعة. بدنا نشوف كيف طلعت. هيدا الشكل النهائي، تطلع كريمي بهيدا الشكل، شايفين كيف؟ بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.